سيادة المستشار، يعني أنا عارفة إنه كان ده كان رد فعل سريع الحقيقة، وإن النقل ده برضو للاستجابة السريعة وللإنجاز، لكن حضرتك يعني هنا هذه القضية بتاخد فرصتين مش فرصة واحدة، يعني هي خدت فرصة إنها كانت في النيابة الإدارية ثم الآن داخلة مجلس الدولة، دول فرصتين على حساب ناس ما خدوش ولا فرصة معالي المستشار، يعني إيه رأي حضرتك؟ هو دلوقتي حضرتك يعني الـ 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 الهيئات القضائيه فيها عدد من القضاه على اختلاف تخصصاتهم ودرجاتهم، سواء في القضاء العادي او في قضاء مجلس الدوله او في هيئه النيابه الاداريه او في هيئه قضاء الدوله. يعني موضوع ان انت تاخدي بعض الاعضاء من هنا توديهم هنا، القانون يعني في اتاحه ان القانون يسمح بنقل درجات للدرجات النظيره. وعشان تستفيدي بقى من الجهود وتستفيدي من الخبرات وتاخدي عضو جاهز، انما ده مش معناه خالص ابدا، واحنا ما دخلناش في يعني ما تطرقناش الحديث في هذه المساله، باعتبار يعني زي ما حضرتك عارفه ان طريق الالف ميل بيبدا بخطوه، واحنا بدانا وربنا يعني ييسر الامور ان شاء الله. كام واحده يا فندم هتاخدوها، متوقعين كام؟ والله حضرتك هو احنا من يوم السبت 27/3 الجاري ان شاء الله شهر مارس برضو هنبدا في يعني هيبدا سحب الملفات للراغبات في سحب الملفات حتى نهايه عمل يوم الخميس 8/4، واعتبارا من الخميس 15/4 حتى نهايه عمل يوم الخميس 29/4 هيكون كل الراغبات في التقدم تقدمنا بطلباتهن يعني. وبعد كده على ضوء بقى الطلبات المقدمه والاعداد المتاحه، الاعداد اللي اتقدمت، هيتم بقى يعني تقييم الطلبات والعرض اجتياز المقابله الشخصيه او اللجنه الخاصه بمثل اجراءات التعيين، وبعد كده يبقى يصدر قرار التعيين ان شاء الله. بس انتم يعني متوقعين قد ايه مثلا، يعني تبقوا عندكم يعني اماكن فاضيه او يعني؟ هي المشكله مش في الاماكن الفاضيه، هي المشكله يعني المساله بترجع ل يعني عدد الرغبات اللي حكيت. احنا ما يعني ما كانش في تصور محدد او يعني حدود يعني مغلقة للأعداد أو غيره، إلا لما نشوف الطلبات اللي هتتقدم قد إيه من الدرجات النظيرة في الهيئتين اللي حضرتك عارفاهم دول.